بدون تعليق إن ثقافة في الجزائر تعد مغرما ونقمة على من يدافع عنها. نحن نتجه بندائنا ونهيب بكل السلطات وكل من لهم ضلع في هذه الكارثة في علم الآثار على أن يتخذوا ما من شأنه من إجراءات تتكفل بهذا الموروث الحضاري. ونعلمكم بأن الجمعية تسعى دائبة للحفاظ على الموروث لكن بإمكانيات شبه معدومة. وشكرا.